أكبر التحديات بالنسبة للكاتب أنه يشوف ناس تقرأ له. دائما الإنسان يوم يبدأ في عمل يتمنى يشوف ردود أفعال. ما هي التحديات التي تواجهونها أنتم ككتاب في الأدب والثقافة في مجتمعنا؟ التحديات اللي يواجهها الكاتب عموما هي تبدأ من البداية من البيت، لأن إذا إحنا فكرنا فيها إنه هو اللي يكون كاتب، من المشجع له، من اللي يكون خلفه، فهو قلت لأن كل كتاب فيه قصة وكل قصة فيها فايدة، وفي كل فايدة أنا أطلع منها بشيء جديد وتعلمني في الحياة. من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هي: لدينا أزمة قراءة في عالمنا العربي، وتشكيل مسار تنمية قائم على المعرفة يتطلب الدفع بأجيالنا نحو القراءة والاطلاع.